الحكومة هذه ما زالت بحاجتها إلى سند سياسي كبير، ونعرفوا لأفهم أزمة موجودة في الحزب اللي فاز بالانتخابات 2014 اللي هي زادت عمقت معناها المشكل هذا، وكونه معناها السند السياسي هذا فيه شوية معناها ضعف على خاطر الحكومة هذه الحزب هذا تلاقش شوية وفي وقت في انقسامات اللي ضعفت السلطة التنفيذية. بالطبيعة التوازن اللي كنا في بالنا وصلنا له عام 2014 تراجعنا فيه جزء ما، ونشوفوا كونه حتى معناها جابة الانقاذ قاعدة تقع تو التحالفات اللي قاعدة تقع باتجاه تشكيل خارطة سياسية جديدة، واحنا عندنا ما اخذ حتى على الاسم تاع جابة الانقاذ خاطر هذا يذكر بجابة الانقاذ الحقيقية واللي وقعت في ظروف اخرى عام 2016 اللي كان نتاعها وكانت تجمع كل الاطراف التقدمية في البلاد هذه وكل الاطراف معناها على خط معين. هذا كله معناها تشكيلة الخارطة السياسية مازالت قاعدة متحركة وقاعدة تشكل. المهم توا نعاون الحكومة هذه خاطر ما عندناش حل اخر كيف باش نعاونوها. ديما عندنا القراءة النقدية للعمل نتاعها، ديما عندنا الرقابة، يلزم زادة نعاود نرجع للمجلس التشريعي. مجلس التشريعي مجلس النواب الشعبي يجب يقوم بدوره اكثر نجاعة. اش معناها اكثر نجاعة؟ معناها القوانين اللي قاعدة توا تستنى، فما قوانين مازالت تستنى، نلقاو قانون انتخابي مازلنا ما عملناش. علاش مازلنا ما عملناش قانون انتخابي؟ على خاطر مازلنا مختلفين في زوج فصول. اش معناها مختلفين في زوج فصول؟ الحزبات السياسية أو العتبة قالوا شاطوا 2%، من بعد هذا الحزب هذا حاضر وهذا جاهز وهذا مش جاهز، يظهر لي معناها مشاغل البلاد ومصلحة البلاد تتجاوز الأمور السياسية، وكل سياسي يجيك أنت هنا متأكد على القناة نتاعي يقول لك أنا حاطط الوطن فوق راسي والوطن قبل قبل الأحزاب، وهذا موش قاعد يقع ويتفاعل على المكان.